يا نور ديني ودنياي. لما تراءت القبور لحرم الرسول صلى الله عليه وآله العائدات من الأسر، أنشأت السيدة زينب عليها السلام تقول: يا نور ديني والدنيا وزينتها، يا نور مسجدنا، يا نور دنيانا. وضيعتي يا أخي، من ذا يلاحظنا؟ من كان يكفلنا؟ من ذا يدارينا؟ خلفتنا للعدا ما بين ضاربنا وبين ساحبنا وبين سابينا. كنا نرجيك للشدات فانقلبت بنا الليالي، فخاب الظن راجينا. يا ليتني مت لم أنظر مصارعكم، أو لم نر الطف ما عشنا ولا جينا. يسيرون على الأقطاب عارية، كأننا لم نشيد فيهم دينا. يصفقون علينا تحفهم فرحا، وأنهم في فجاج الأرض يسبون. ثم أنت وبكت بكاء شديدا، حتى أبكت أهل الأرض والسماء.